بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرة جديدة، فحنتكلم قبل ما نبدأ في المحاضرة بدي أتكلم عن Identity نمبر 6 اللي هي الخاصة في البوليان الجبرة. احنا قلنا في Identity رقم 5 قلنا X بلس Identity رقم 2 X بلس or 1 تساوي 1. الدواليتي تاعتها انه X البلس بدل ايش دوت هاد الاور تصير ايش and 1 بتصير 0 بتساوي 0، وهذا كلام صحيح. اذا هاد رقم 6 وهذا رقم 2. رقم 2 صحيح، اي حاجة or 1 1، اي حاجة and 0 0، فهذه بدنا نغيرها، بس انا مش كتبها، كانت كتبها غير هيك، خطأ مطبعي، فهذه هي ايش هذه هي المزبوطة. تمام. الان خلينا نبدأ بموضوع جديد اللي هو او نكمل كيف احنا نعمل نستخدم البوليان الجبرة في الاختصار. انا وعدتكم المحاضرة الفاتت انه اللي عندي الكونسنس ثيوريم consensus theorem اللي هي بتقول xy plus x dash z plus y z اللي هي بتساوي xy زي ما هي plus x زائد x dash z. يعني لو انت شفت فورمولا تميز بالآتي xy وهنا حطيت بدلها x داش وحطيت هنا اي حاجة، بس هاد وهادي عكس بعض. تمام. وهنا زائد yz، الyz هي اللي اجت من وين؟ الyz هي هاد الy وهي الزد. الجواب هو ايش؟ اول عنصرين، العنصر الاول والعنصر الثاني. هذا يقول لك بروف، وعدتكم ايش نعملها ايش بروف. عشان اعملها بروف خليني انا اقول الاكس واي زائد اكس داش زد زائد واي زد. تمام. بدي اضرب واي زد في واحد، ايش هذا بتصير؟ هذا بتصير زائد واي زد، واحد عبارة عن ايش؟ اكس زائد اكس برايم اكس داش تساوي واحد، صح؟ هاد ايش بتساوي؟ واي زد اكس زائد واي زد اكس برايم، ونزل الباقي زي ما هو اكس داش زد زائد اكس واي اكس داش زد زائد اكس واي. الان انا ايش بدي اروح اعمل؟ بدي اخد اكس واي من هنا، عامل مشترك بين هادي، هاي اكس واي واي اكس واي، وبدي اخد كمان اكس داش زد من هان واكس داش زد من هان. ايش بتصير؟ اكس واي بتصير واحد زائد زد وزائد، انا بدي اخد ايش؟ اكس داش زد، هتصير هنا واحد زائد اكس داش زد زائد واي. ايش هيعطيني؟ واحد زائد هذه القيمة ايش هيعطيك هنا؟ هذه واحد، هاد اكس واي اند واحد زائد اكس داش زد، هاد واحد اللي بتساوي اكس واي زائد اكس داش زد. اكس واي زائد اكس داش زد، وهيك بنكون احنا اثبتنا المطلوب. تمام. اللي هي الكونسنسس ثيوري. طيب بمعنى اخر، لو انا قلت لك اكزامبل اخر، قلت لك مثلا اف اي سي بي بتساوي اي بلس سي و اي داش بلس بي، لاحظ ايش اللي حيصير هنا؟ هادي عبارة عن حاصل نتيجة، هادي حاصل ضرب، النتيجة حاصل ضرب هاد في هاد وهاد في هاد. يعني هاد بتساوي، طلع كيف؟ او هاد بتساوي اي بي زائد سي اي داش،
كيف هاو بروف بروف. لاحظ اول شيء حاجه واحده انه هنا ايه، هنا ايش اي داش، هذا الشرط، هذول اي حاجه صارت. كيف هذا صارت؟ صارت هذه اضرب بروف، اضرب الطرفين الوسطي، هذا اي بتصير اي في اي داش بلس اي في اي داش بلس اي في بي بلس اي داش في سي بلس سي في بي او بي في سي. هذه اي في اي داش على طول صفر، هذه صفر ملاش وجود. اذا ايش اللي بضل؟ اي بي بلس هذه اي داش، وهنا اي حاجه زائد بي سي. هذا عباره عن كونسنسس ثيوري، هذا عبارة عن ايش؟ كونسنسس ثيوريم اللي بتساوي اي بي زائد اي داش سي، اللي هو هذا، اللي هو ايش هذا. تمام هيك. طيب لو بدي انا اقول مثلا اف اكزامبل، قلت لك اف بتساوي اي زائد ان في A داش زائد W، ايش بتساوي؟ دغري بتساوي ايش؟ بتساوي زي ما قلنا هات في هات وهات في هات، A W زائد A داش N، هات في هات وهادي في هادي. هذا يكون صار، هذا نتيجة ايش؟ كل صنص السيرة. خلاص هيك، هيك احنا بنكون، هيك احنا بنكون عملنا بعض الأمثلة على الابريفيشن بواسطة بوليان ايدنتيتيز. طيب خلينا حاجة ناخذ حاجة اسمها المين تيرم، المين تيرمز اند ماكس تيرمز. خلي بالك هذا مهم جدا وبدي اياكم ايش تنتبهوا له. لو انا قلت اكزامبل، مثال بسيط، اف بتساوي واي زد، فانكشن اف بتساوي واي زد، بروح بدي انا اعمل اكسبلينيشن للبيهيفير تاعتها باستخدام ايش؟ تروث تيبل. هاي الواي وهاي الزد وهاي الاف، ايش اربع احتمالات عندك؟ كم احتمال؟ اربع احتمالات، 2 و 2 فير، هذا نمبر اوف فيريبل، عدد ايش؟ المتغيرات، عدد المتغيرات، نمبر اوف فيريبل، فيريبلز اللي هي بتساوي 2 اس 2 اللي بتساوي قد ايش؟ اربع متغيرات. يبقى عندي اربع حالات، 2 اس 2 اربع ايش؟ ستيتس، اربع حالات. الحاله الاولى 0 1 0 1، بعد بقول ايش؟ 0 0 1 1. الان لما تكون هذه صفر صفر، ايش المعلومات؟ صفر صفر اند صفر صفر، لما صفر اند كله صفر لا تكون التنتين ايش؟ وحدات. اذا هنا اف بتساوي واحد عندما تكون واي بتساوي واحد وهذا بتساوي ايش؟ واحد. هاد اول واحدة، هادي هادي خلينا نكتب هنا المين تيرمز، المين تيرمز، المين تيرمز هنا اللي هو عندي هذه من تيرم زيرو، نسميه من تيرم زيرو، هذا بنسميها من تيرم ون، من تيرم هذا رقم اثنين، من تيرم تو هذا رقم ثلاثة، من تيرم ثري. ايش من تيرم زيرو بساوي هنا؟ واي داش الصفر حط داش، واي داش الواحد ايش؟ واي، وكذا بالنسبة باقي ايش؟ المتغيرات. فهذا تصير هذا واي داش زد داش، هذا شو بتصير؟ المين تيرم 1 واي داش زد، المين تيرم، المين تيرم 2 بتساوي واي زد داش، المين تيرم 3 واي زد. اذا الام اختصار ايش؟ من تيرم، من تيرم. اذا المين تيرم هذا المزرب رمز ام سمول، الماكس تيرم الماكس تيرم
ورمز لها شوف المذهب رمز كابيتال ام. تمام، اذا انا هيك انا جبت المين تيرمز لمين؟ للفانكشن اف واي بتساوي زد، اف واي بتساوي اف بتساوي واي زد. هذه المين تيرمز لهذه الفانكشن، من تيرمز اوف للفانكشن مين؟ اف. من تيرمز للفانكشن، للفانكشن اف. من تيرمز اوف اف للفانكشن اف. طيب هيك كلام جميل، وهكذا انا بقدر اوجد المين تيرمز لاي فانكشن. طيب انت الان كيف بدك تعبر اكسبريس اف الفانكشن اف باي يوزنج باستخدام المين تيرم؟ بتقول اف وين بتشوف وين قيمه اف بتساوي واحد؟ اف بتساوي واحد هان، فانت دغري بتقول اف اللي هي عباره عن فانكشن في واي وزد بتساوي المين تيرم، المين تيرم ام 3. الام 3 عباره عن ايش؟ واي زد. اذا لو طلعت قرات بين الفانكشن رقم 2 والفانكشن رقم 1 بتساوي ايش؟ نفس الاشي، فانكشن واحد بتساوي فانكشن ايش؟ بتفانكشن رقم 2. هدول ايش؟ متساويات. فانكشن واحد بتساوي فانكشن ايش؟ رقم 2. اذا عشان تعبر على الفانكشن باستخدام المين تيرمز اللي هي بتلاحظ انه اللي هي بتشوف وين الفانكشن بتساوي واحد، وبتقول الفانكشن مثلا لو الفانكشن في عند اكثر من واحد. على سبيل المثال جيت هنا لفانكشن معينة، هنا مثلا اكس واي وهذه الاف، وهنا لقيت صفر، هنا صفر صفر وان صفر وان صفر صفر وان وان، ولقيت هنا الفانكشن هذا واحد وهذا واحد وهذا صفر وهذا صفر. فعندك طبعا هنا المين تيرمز، المين تيرمز اوف اف اللي هي عندك ام زيرو بتساوي اكس داش واي داش، ام واحد بتساوي اكس داش واي، وام اتنين بتساوي اكس واي داش، وام تلاتة بتساوي اكس واي. هاد واحد واحد، يبقى هاد هيك وهاد هيك وهاد هيك وهاد هيك، هاي الاربع حالات. فالاف هنا وين بتساوي واحد وواحد؟ بتساوي قيمتها واحد هان وهان، فبتطلع الاف الفانكشن اللي هي عبارة عن مين؟ المين تيرم زيرو and المين تيرم ايش؟ 2 and المين تيرم 2 اللي هي عبارة عن ايش؟ summation المين تيرم 0 المين تيرم 0 ومين تيرم ايش؟ ومين تيرم 1. summation المين تيرم 0 ومين تيرم 2. هذه ممكن تختصرها بهذا الشكل، اللي هي بتساوي من تيرم 0 اللي هي عبارة عن x داش y، ومن تيرم 2 عبارة عن اكس واي داش. هذه انا عملت عملية اكسبريشن للفانكشن باستخدام المين تيرم، يا اما هيك او هيك اللي هي هذه الفانكشن. تمام، فانا هاو تو اكسبريس ذا فانكشن، هذه اكس داش واي باستخدام المين تيرم، تقول هذه الفانكشن تساوي من تيرم 0 من تيرم 2، او بتعبر عنها سمشن للمين تيرم 0 ايش و2. هذه تعبير هنا. لاحظ انه لو قلت لك، لاحظ انه اللي بدي اقوله هنا الفانكشن اف اكس واي هي عباره عن اكس داش واي بلس اكس واي داش. هذا الفانكشن بنسميها لما نعبر عنها باستخدام المين تيرم بنسميها بنسميها اللي هي sum of product، sum of product. ليش sum of product؟ هذا product ضرب، هنا ضرب وهنا ضرب، اذا ايش؟ وهنا جمع، sum of product جمع المضروب، هنا جمع، يبقى هذه جمع sum، هذا product، هذا product وهذا product وهذا ايش؟ sum، sum of ايش؟ جمع المضروب، المضروب sum of ايش؟ of product. طيب لما يكون انا عندك، لما يكون انت عندك sum of product اللي هي مثلا f بتساوي x داش y زائد x y داش، هذا sum of product،
sum of a product. ايش في الحالة هذه ممكن تجيب اللي قلت لك depict او قلت لك draw او find logic او draw circuit for boolean function f اللي هي هذه بدنا logic circuit تاعتها. فانت بتروح هذا عبارة عن two ands two ands تكون واحد and وإيش كمان one or two ands none or number of ands of and gates بتساوي number of terms of من terms. يعني هلا كم من تيرم عندي two min terms يعني عندي two and gates. ودائما انا بستخدم ايش always I should use one or gate. دائما بستخدم ايش or gate ايش واحد اللي هي هذه.